يعني سؤال مهم جدا. يعني انا لو حبيت اضيف على الاختلاف ما بين 2000 مظاهرات 2009 ومظاهرات 2017، هضيف على اللي قاله الدكتور هاني موضوع الموقف الدولي، وتحديدا الموقف الامريكي. الموقف الامريكي مختلف تماما هذه المره عن موقف 2009. 2009 ما كانش في دعم، فضلت اداره اوباما انها تقف موقف الصامت تجاه المظاهرات، وده ربما هو اللي افشلها، انها ما وجدتش زخم دولي كبير، رغم ان كان حجمها يفوق بكثير حجم المظاهرات الحاليه، وان كان نطاقها اقل، كانت موجوده فقط في طهران، المرة دي المظاهرات موجودة في عدد كبير من وكانت المدن دموية بشكل كبير أيضا بكل تأكيد، لكن هذه المرة مهددة أن الدموية تكون أكثر، لأنها تهدد النظام نفسه، نظام الملالي نفسه، وليس فقط الحكومة. وبالتالي لو تدخل الحرس الثوري الإيراني ستكون الدموية أكثر بكثير مما كان في 2009. الموقف الأمريكي تحديدا اختلف في هذه المظاهرات. الموقف الأمريكي هنا يبدو داعم بشدة للمظاهرات، يعني أعتقد أن الموقف الأمريكي ربما هو الموقف الدولي الوحيد الواضح الذي حدد موقفه، أين يقف وفي أي جانب. لم يتحدث فقط مثل الموقف الأوروبي عن دعم المظاهرين، دعم المتظاهرين أو دعم مطالبهم أو الحفاظ على السلمية أو المطالبة بعدم الوصول إلى مرحلة العنف، لكنه طالب أيضا بتغيير النظام، وقال أن وقت النظام، وقت تغيير النظام قد حان في إيران. لكن هنا النقطة المهمة، يجب التمييز بين موقف أن الولايات المتحدة الأمريكية تجد أن لها مصلحة مما يحدث في إيران، وبين أن الولايات المتحدة هي التي تقف وراء ما يحدث في إيران. أنا من وجهة نظري الشخصية، الولايات المتحدة قدرتها على التأثير في الداخل الإيراني ليست كما يتصور الكثيرون، هي قدرة محدودة للغاية، لا تستطيع أن تحرك مظاهرات بهذا الحجم، وبالتالي اعتقد ان دورها محدود فيما يجري، وان كان ما يجري يصب في مصلحه النظام الولايات المتحده الامريكيه، لانها ورقه ضغط اضافيه، يعني اي شرخ في النظام السياسي الايراني يمثل مصلحه امريكيه، ستكون ورقه ضغط قويه في يد الولايات المتحده الامريكيه. لكن القول انها تقف وراء هذه المظاهرات، اعتقد ان هذا قول يروجه النظام الايراني بنفسه، يعني